الرئيس السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية بالوصول لاتفاق هدنة إنسانية بغزة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الإسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث عدد من الملفات. وزير الإسكان يؤكد أن أجهزة المدن الجديدة تواصل رفع حالة التأهب والاستعداد لفصل الشتاء والتعامل مع الأمطار. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين. وأكد الرئيس السيسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الإسبوعي اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات المختلفة. استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور تقريراً حول إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023 ليصدر المؤشر مسجلاً 133 دولة حول العالم. وأفاد التقرير بحصول مصر في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 على المركز 90 على مستوى العالم، لتقفز مصر إلى المركز الخامس مقارنة بالعام الماضي الذي شغلت مصر في المركز 95 عالمياً. أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن أجهزة المدن الجديدة تواصل استعداداتها لفصل الشتاء وترفع حالة التأهب للتعامل مع الأمطار، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات قام بها كل جهاز سواء فيما يتعلق بتوفير المعدات والسيارات اللازمة أو تكوين فرق العمل من المختصين وكذا تطهير مصارف الأمطار والسيول.